خطفت الإصابة التي تعرض لها النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول خلال مشاركته في مباراة مصر وسويسرلندا التي أقيمت مساء أمس بملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في الكاميرون الصيف المقبل. من الهدف المذهل الذي سجله الفرعون المصري خلال اللقاء الذي انتهى بتفوق منتخب مصر بنتيجة 4-1. وقالت صحيفة ليفربول إيكو أن محمد صلاح تعرض لإصابة عضلية في ليلة كسر صيامه التهديفي بعدما تمكن من التسجيل لأول مرة منذ 22 سبتمبر وبالتحديد في شباك ساوثهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتازة. ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج. وأشارت الصحيفة إلى حالة القلق التي تسيطر على جماهير ليفربول بعد الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح، لا سيما وأن اللاعب لم يستطع إكمال اللقاء. في حين قالت صحيفة إكسبريس أن إصابة محمد صلاح جاءت في توقيت غير مناسب لنادي ليفربول الذي يستعد لخوض 6 مباريات بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية خلال 23 يوما فقط. وتحدثت الصحيفة أن إصابة محمد صلاح ستمنح الفرصة أمام السويسري شيرداد شاكيري للمشاركة في مباريات ليفربول بشكل أكبر في ظل الغياب المتوقع للنجم المصري عن الملاعب بسبب تلك الإصابة. في ذات الصدد قالت صحيفة صن أن محمد صلاح سجل هدفا رائعا من ركلة ركنية في فوز منتخب مصر على سويسرلندا، مشيرة إلى أن جماهير ليفربول ترى أن هذا الهدف هو أفضل كثيرا عن الهدف الذي سجله في شباك إيفرتون والذي حصل على إثره على جائزة بوشكاش التي تمنح لصاحب أجمل أهداف العالم لعام 2018. صحيفة صن حرصت على طمأنة جماهير ليفربول بعدما نقلت تصريحات هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر والتي أكد خلالها على عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح. وقالت الصحيفة أن مهاجم ليفربول الموهوب محمد صلاح سجل هدفاً ولا أروع في شباك سويسرلندا بعدما سبق وتمكن أحمد المحمدي وعمرو وردة ومحمود تريزيجيه من تسجيل الأهداف لمنتخب مصر. يا صلاح